السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. والأخ ديالك المتزوجة هذه تقريبا مدة كيخسروا ليها الحمل، الأطفال مشاو ليها، نطلبوا الله تعالى يثبت ليها الحمل. ما تحزنش، هذوك اللي مشاو راه ما مشاوش، كيتسموا سقط وكيتسموا وديعة عند الرحمن. راه ليس هناك ضياع، راه كل حاجة غير كتخبى لنا في البنك الإلهي. لا يمسه سوس ولا يقربه لصوص، البنك الإلهي. أي حاجة داتها في البنك ديال الدنيا ممكن تنساها، ممكن تسرق، ممكن تموت وتخليها، لكن البنك الإلهي هذاك محمي، لا يمسه سوس ولا يقربه لصوص. وهذه عبارة قال عيسى بن مريم المسيح عليه السلام، قالها لأتباعه، كلمة مباركة. فهاد الأولاد هادو كيتسموا هما عبارة عن ودائع عند الرحمن، ونطلبوا الله تعالى الحنان المنان عظيم الشان يثبت لها الحمل في بطنها. هذه المره ان شاء الله رزق الله التوام الذكر والانثى. يا ودود يا ودود، يا وهاب يا وهاب، يا باسط يا باسط، يا واسع يا واسع، عجل لها بالفرج. اللهم امين يا رب. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.